أعلن البيت الأبيض أن بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط في طريقه إلى منطقة الشرق الأوسط. وأوضح البيت الأبيض أن الزيارة تستهدف إجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى. وأضاف بيان البيت الأبيض أن المسؤول الأمريكي سيناقش في إسرائيل احتياجاتها الأمنية وضرورة حماية المدنيين في أثناء العمليات العسكرية، كذلك الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن.